بشرة والناقة، واحد البيوضة غزالة البنات من بعد الماسك، واحد النقا في البشرة ديالكم فن فن، غير جربوه وثيقوا فيا. وبالنسبة للناس اللي كيدخلوا للدار وكيحسوا بالوجه ديالهم سخون وشدت فيهم الشمس، ما خصك ما ديري والو غير حركي هذا الماسك وصايبيه وديريه، ديريه نهار اه ونهار لا. بالنسبة للناس اللي متضرر ليهم في هذه اللحظة، متضرر ليهم بشرة بهكا بالشمس هاد الايامات، ديريه وحطيه في الثلاجة نهار اه ونهار لا. السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ نتمنى تكونوا كلكم مزيانين ومرتاحين وكتشوفوا هذا الفيديو وانتم مرتاحين. الا كنتي اول مره كتشوفي هذا الفيديو، فانا اسماء، كنرحب بك في القناه ديالي، ولا عجبتك مرحبا بك، وما تنسينيش من اللايكات. الفيديو ديال اليوم او وصفه اليوم، واحد الوصفه هائله البنات جبتها لكم، هذه هي الوقيته ديالها باش انكم ديروها. بزاف ديال البنات كيخرجوها كخرجات خفافين ولا شي سخره بالزربه، فما كديريش الواقي الشمسي ديالك نهائيا، كتقولي هاد المريضه انا خارجه غير نسخر ولا هادي غير نمشي بالزربه ونجي، وكتنسايه. وشحال من مره شدات لك الشمس في وجهك وكتوصلي للدار وما كتعرفي شنو ديري، وشحال من مره كيكون ما عندكش ولا مازال ما شريتيش وانتي باغيه شي وصفه هكا طبيعيه. اليوم جبت لك واحد الوصفه طبيعيه اللي غتعالج لك البشره ديالك هكا، قاصتك الشمس، قاصتك الشمس ديال هاد الايامات، فما تفلتيش عليك الفيديو ديال اليوم. الوصفه ديال اليوم البنات تتحتوي على جوج ديال المكونات، هذوك جوج المكونات هما اللي كينقيو لك البشره وكيحيدوا لك هذيك الضربات ديال الشمس، ويغذيو لك البشره ديالك وكينقيوها. حيت الشمس شنو كدير لك في الاول؟ كتضرب لك الوجه ديالك، ومن بعد كيوليو الطبايع، من بعد كيولي بحال الشكل ديال الكلف. فما تخليش البشره ديالك هكا تاثر، فلا خرجتي ما كانش عندك هكا إكخو او واقي شمسي، غير تدخلي للدار ديري هاد الوصفه خلطيها، واللي زوينه هاد الوصفه كتخرج كميه كبيره، ديريها في الطاسه ديالك وخليها في الثلاجه وبقاي تستعمليها، استعمليها نهار اه ونهار لا. كنعطيكم زعما الطريقه قبل ما نمشيو نشوفوا الوصفه. الوصفه فيها جوج المكونات، غادي نمشيو نصايبوها كلكم عندكم، ما غنجيب لكم حتى شي حاجه صعيبه، كلشي عندكم في الدار، نمشيو نصاوبوها ونتلاقاو. هانتوما البنات، عندي جوج حوايج، عندي كاس ديال الحليب هكا كامل الدسم، يكون كاس كبير، كاس ديال العنبه، كاس في واحد القياس كيف كتشوفوا هنا في الفيديو. وعندي هنايا البطاطا، بطاطا هكا، هذه بطاطا راها مسلوقه صافي، معايا ما غادي تحتاجي حتى شي حاجه صعيبه. غادي نحتاج هاد البطاطا اولا، ملي غنكون سلقتها في الماء غادي نقيها بحال هكايا، نحيد لها هاد الجلفه، ضروري تكونوا سلقتوها في الماء. فالبطاطا مبيض رقم واحد، فيها داك النشا، مغذي ومبيض بزاف، والحليب غني غني بزاف بالفيتامين، هو اللي غيخليها لينا تجعل لينا بحال شي ماسك. ولكن الطريقه فين كاينه الحكمه، خليكم معايا باش تعرفوا كيفاش غادي ندير لها. انا قطعتها هنايا في الكاسرونه، وغادي نخوي عليها هاد الكاس ديال الحليب، وغادي نشعل عليها البوطه بحال الحليب يفيض، تفيض فيه هاد البطاطا المسلوقه، او الحليب يفيض يعني يطلع يجيب الغليه وفيه هاد البطاطا المسلوقه. ملي غادي يفيض غادي نطحنو بالحليب ديالو وكلشي. هذه هي الطريقه اللي خصكم ديروا هنا، هنا فين كاينه الحكمه ديال هاد الوصفه هذه. ديك الساعه تنحصلوا على واحد الماسك او بحال كريمه هائله بزاف بزاف البنات، البطاطا والحليب كيشكلوا واحد الماسك خطير خطير بزاف للتنقيه ديال البشره، وكل مره كديريه كيعطيك واحد البياض ما كتصوريش، كينقي لك البشره ديالك بزاف البنات. انا غادي نديرو يغلى ومن بعد نتلاقاو. ها نتوما البنات، غير تيغلى تيغلى الحليب فيه ديك البطاطا اللي قطعتها صافي، وكنطفيو عليه بحال هكا. ها هو طحنتو، عرفتو طحنوه مزيان حتى يولي بحال شكل بحال شي كريمه هكا، بحال هكا يجي. ديروه في هذيك الكاس ديال العصير وطحنوه، ولا كنتو خايفين هكا انا حتاش طحنتو سخون، هذا الخليط باقي سخون، تقدروا تخليوه حتى يبرد هكاك في الكاسرونه وصافي وطحنوه، غير ما تستعملوش وهو سخون على البشره ديالكم. انا غادي نخليه حتى يبرد وغادي نطبقه معكم على البشره.
ها هو الماسك، شفتوه كيجي غزال، كيجي زوين، حتى الشكل ديالو كيجي زوين. انا خديت واحد الشويه هنا اللي غادي نستعمل، كيخرج ليا بزاف. ها هو خديته هنايا، كيخرج بزاف. هذا غتحتفظوا به هكا في شي طاسه، في شي بواطه، وسدوا عليه وخليوه في الثلاجه. وهذا من بعد ما تكونوا غاسلين وجهكم وديري ليه القماش غادي تستعملوه، يعني لا عذاب لا غلا، هذاك الشيء فقط اللي عندكم في الدار ديالكم. طبقيه بيدك ولا بهكا بشي بانسو ولا اللي بغيتي، ماشي شي حاجه صعيبه. صافي انا غادي نطبقه، فيه واحد الريحه زوينه البنات، واحد الريحه غزاله. خليه واحد المده اللي طويله ماشي سهله، كتخليه واحد المده ديال ساعات المكان. كنفضل هذا الماسك ديروه في الليل ملي تكوني ساليتي الشقه ديالك وتمشي ترتاحي. هاد البطاطا كتعاون بزاف في تجبيد الوجه، ما يكونش عندك التجاعيد، وكتنقيه، كتبيض، كتحيد هذيك الضربات اللي قلت لكم ديال الشمس اللي شدت فيكم النهار كامل. فديروه وعينكم مغمضين، هاد الماسك راه غزال بزاف. حاجه اخرى، ملي تتغسلوا وجهكم صافي تساليو، ملي دوز ديك ساعات المكانه قديتو على ساعه نص ساعه وغسلوا وجهكم ودهنوا هكا بشي زيت. كانوا سولتني واحد البنت شنو كندهن انا في الليل، كندير زيت اللوز الحلو، اغلبيه كندير زيت اللوز الحلو. وبعد المرات كنت كندير هذا الماسك، هذا الكريم هذا ديال ليدل، حتى هو زوين كنديرو في الليل بحق هذا، كنديرو حتى صافي غنعس. ما يمكنش ندير كريم ديال الليل ويكون حتى الضو ديال هكا الضو شاعل، ما يمكنش. يعني صافي غتكوني غتنعسي، غسلتي سنانك وكلشي، صافي كندير هذا الكريم وكنطفي الضو. صافي هادشي اللي كاين، غادي نخليه واحد شويه في وجهي ونغسل وجهي ونتلاقاو. الا كان عندكم شي سؤال على الماسك ولا شي حاجه خليو ليا كومونتير. كتحصلوا على واحد الصفاء ديال البشره والنقاء، واحد البيوضه غزاله البنات من بعد الماسك، واحد النقاء في البشره ديالكم فن فن، غير جربوه وثقوا فيا. وبالنسبه للناس اللي كيدخلوا للدار وكيحسوا بالوجه ديالهم سخون وشدت فيهم الشمس، ما خصك ما ديري والو، غير حركي هذا الماسك وصايبيه وديريه، ديريه نهار ونهار لا. بالنسبه للناس اللي متضرره لهم في هذه اللحظه، متضرره لهم البشره بهكا بالشمس هاد اليامات، ديريه وحطيه في الثلاجه نهار ونهار لا، وغادي تبان لك واحد الفرق كبير في البشره ديالك، وكيصلح حتى لليدين حتى لهنايا، كلشي صالح ليه. غير ديريه ديريه ديريه. ولا عجبك المحتوى الفيديو ديال اليوم، ما تنسينيش من لايك وبارطاجي مع صحاباتك باش هكا كلشي يستافد. كنتمنى الفيديو اليوم يكون عجبكم، والوصفة اليوم تكون عجبتكم، حتى نتلاقى بكم في فيديو حسن من هذا. ديروها البنات وتهلاو لي فراسكم وتهلاو لي فوجهكم، حتى نتلاقى بكم في شي ماسك ولا شي فيديو حسن من هذا ان شاء الله. علاش لا، خليتكم في رعايه الله، والسلام عليكم. سلام عليكم.